لكن إذا كان الأمر القرآني أن يذكر المرء الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا، وبالتالي يعني إذا هو وضع لنفسه مثلا أن يذكر الله مثلا 1000 مرة 2000 3000، هذا ما يعارض. لكن هنا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ذكر ذكرا معينا 3000. لا ما ورد، لكنه عليه الصلاة والسلام فوضنا في هذه. وقال عليه الصلاة والسلام ذكرتم الآن العدد، لابد العدد لا يكتفي. لا أنا أشرح ما أريد. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. طيب هذه الرطوبة، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت. أنا أستطيع 1000 وأنت تستطيع 10000، فأنا رتبت لنفسي 1000 على استطاعتي بحسب ظروفي ووضعي وعملي وما إلى ذلك، وأنت رتبت أكثر. ولذلك مثلا قد تجد بعض العباد يذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا أو يصلي بالليل كثيرا، وبعض الناس مشغول بتحقيق مسائل العلم أو تحضير دروسه وما إلى ذلك، فإنه يقتصر على الفرائض والسنن الرواتب وشيء من الليل، ثم بعد ذلك بقية وقته قد فرغوا للإجابة على أسئلة السائلين أو تعليم العلم وما إلى ذلك. الإمام الذهبي رحمه الله ذكر بأن هذا مسلك محمود في سير النبلاء. فلذلك أقول لو أنك رتبت لنفسك ذكرا، شرط أن يكون هذا الذكر ألفاظه شرعية، ألفاظه شرعية يعني مما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ورتبته بعدد معين لا حرج. طيب هناك أذكار النبي صلى الله عليه وسلم رتبها بأعداد نلتزم بها، يعني مثلا الأذكار دبر الصلوات المكتوبات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأربع صفات. الصفة الأولى التسبيح والتحميد والتهليل 3، التسبيح والتحميد والتكبير 33، المجموع مع لا إله إلا الله يكون 100. طيب الصفة الثانية 10 10 10، بأن تقول سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 10، تختم بالتهليل. هذه تنفع مثلا، هذه غير مشهورة عند الناس، لا موجودة ثابتة في السنة، لا لكنها غير مشهورة غير عند الناس. غير مشهورة نعم. وبالتالي الشخص المتعجل أو شيء بدل أن يترك الذكر كله يقتصر. نعم الشخص الذي على عجلة يحصل هذا أحيانا ما يترك الذكر، يأتي بهذه ويثبت له الأجر إن شاء الله. هل هناك أقل ولا؟ لا ما في خلاص. طيب الصفة الثالثة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يقولها 25 مرة، فيكون المجموع 100. الصفة الرابعة أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ثم يقول لا إله إلا الله تمام 100. سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أي ثم سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثم سبحان الله والحمد لله. هذه هي 100 أيضا، لكنها يعني فقط في الهيئة. نعم. مختلفة. يعني الصفة الأولى فيها فصل بين التسبيح والتحميد والتكبير، هذه تجمعها. هذه نعم. أربع صفات هذه كلها ثابت في السنة، لكن المطلوب التقيد بها بالعدد. نعم. ابن دقيق العيد رحمه الله يرى بأن الذكر إذا كان ذكرا مفردا فلا يضرك أن تزيد في العدد ما شئت. يعني مثلا من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر. أنت قلتها 1000، ما يمكن نقول أنك مبتدع، وإنما أنت قد زدت. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك لما قال ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به أو خير منه إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. أما إذا كان الذكر مشكلا كالذكر الذي بعد الصلوات فلا بد من التقيد بالعدد. مثاله هذا الماء أنت تشربه، لو استكثرت منه في الغالب ما يضرك، لكن لو أردت أن تصنع شايا فلا بد أن تكون المقادير متناسبة متناسبة متعادلة، إلا فسدت الطبخة.